وحول هذا الحدث مراسلنا رامي محمد وفانا بهذه الرسالة. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مقر الهلال الأحمر المصري، حيث تدشين قافلة المساعدات الخاصة بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والهلال الأحمر المصري وعدد من المؤسسات الطبية والصحية المصرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار للجهود المصرية والجهود أيضا العربية التي تتمثل في عدد من المساعدات الإغاثية والطبية وأيضا المساعدات الغذائية لإخواننا في غزة جراء هذا القصف وهذه المذابح التي ترتكب بحقهم من الاحتلال الصهيوني. وإذا تحدثنا عن ما جرى اليوم من جولة لوزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الشخصيات الحضور خلال هذه القافلة وتدشين لهذه القافلة التي بها العديد من المواد الغذائية والإغاثية والطبية وغيرها، استمرار للكثير من الجهود التي بلغت أكثر من 10 طن من المساعدات التي تقدمها مصر وأيضا العدد من الجهات المصرية سواء الطبية والإغاثية لإخواننا في غزة عن طريق معبر رفح. هذا هو المشهد في تدشين هذه القافلة من مقر الهلال الأحمر المصري. رامي محمد، عودة إليكم.